هو برنس واحد للكرة المصرية، وده من الألقاب. يعني في ألقاب كتير بتتوزع، بس ده من الألقاب اللي فعلا صادفت أهله. يعني هو برنس في طريقة لعب، وتحس كده ان هو باشا بيلعب في الملعب، وعلى المستوى الأخلاق والاحترام والأدب والشياكة وكل حاجة. فهو فعلا برنس، برنس الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وواحد من أجمل وأحلى نجوم مصر ونادي الزمالك. كابتن أشرف قاسم، منور الدنيا كابتن أشرف. الله يخليك يا إبراهيم. أه والله العظيم. شاكر على ذوقك طبعا. لا ده نهار أبيض، ده أقل من حقك. حبيبي ربنا يخليك. هقول بقى حاجة أنا ما قلت، يعني هقولها لك هفاجئك بيها على الهوا أهو دلوقتي. يا جماعة، كابتن أشرف إحنا جيران في مصر الجديدة. كابتن أشرف كان ساكن في شارع اسمه الأندلس. أيوة. في ظهر الميرلاند. مش عايز اقول لكم بقى، واحنا صغيرين كان في حته كده عند الميرلاند بنلعب فيها كوره، ارض كده بنلعب فيها كوره. مش عايز اقول اسم ماركه العربيه يعني، بس كان عنده عربيه كده لونها احمر، كانت تعدي بس في المنطقه بتاعت الميرلاند دي. تعرف ان اشرف قاسم موجود. مش عايز اقول لكم بيحصل ايه يعني. ده اشرف قاسم يعني واحد من اجمد اللعيبه اللي مصر شافتهم. والله كابتن اشرف، ناس كلها هنا مبسوطه وفرحانه ومتشرفه بوجودك معانا. ده انا متشرف بوجودي معاك، وسعيد ان انا اخيرا ان احنا تقابلنا. كانت الفتره اللي فاتت كنت بحاول ان انا اكون متواجد، بس بتبقى غصب عنك. ده شرف لينا كابتن اشرف. المرض والعلاج يعني. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، وخلينا نطمن على صحتك بقى اول الحمد حاجه. الحمد لله، والله الحمد لله. زي ما انت شفتني وانا داخل دلوقتي. لا الناس فاكره فول. الناس لا. الناس فاكره ان احنا لما الواحد بيقعد يتكلم كده الواحد الحمد لله على كل شيء طبعا. بس انا عندي الظروف طبعا، التحرك. انا زي ما انت شفتني انا بتحرك بالمشايه بشكل مستمر، ما اقدرش اتحرك من غيرها. المسافه لو في مسافات طويله بقدر، لازم يبقى في كرسي بتاع، ما اقدرش اتحرك الا كده. لكن انا مستمر في العلاج الحمد لله يعني، وباخد الجرعات بتاعتي بشكل منتظم، والحمد لله على كل شيء. انا احسن من غيري بكتير كتير جدا يعني. ربنا يرضيك يا رب كابتن اشرف. ودايما يعني المحن او التلقات اللي شبه كده بيبقى طبعًا فيها طبعًا زاويتين لتناولها، زاويه ممكن تكون سلبيه وزاويه ايجابيه. انا عايز اتناولها معاك من الزاويه الايجابيه. هي كلها ايجابيه على فكره. ايه الحاجه الحلوه، ومين الناس الحلوه اللي كابتن اشرف اكتشفهم في المحنة دي؟ بص هقول لك على حاجة، يعني مش عاوز يعني الموضوع ده لو قعدنا نتكلم هنتكلم فيه حلقات، بس أنا يعني أختصر لك. يعني الناس الطبيعية اللي هي اللي بتبقى جنبك حواليك هي أسرتك. يعني زوجتي وأولادي هم أقرب طبعا ناس ليا، وحاسين بالموقف اللي الواحد فيه، وبالرغم إن الواحد بيحاول إن هو يداري على إذا كان في ألم أو أي حاجة أو تعب، لكن هم بيبقوا حاسين أكيد وعارفين الوضع يعني، ومقدرين الكلام دوت. وهم الوحيدين اللي بيبقوا واقفين جنبي وبيحبوني بجد يعني، بدون اي اغراض او بدون تجميل للموقف. الناس اللي بتسال عليا طبعا، هو دايما انا في اوقات كتير جدا لما بتسال هو مين اللي بيسال عليا، اللي بيسال عليا هو اللي باجي على ذاكرته بيسال عليا، وهو ده اللي انا احاول كمان ان انا اكون متواصل معاه. لكن لو واحد ما بيسالش عليا خلاص يعني هو ناسيني، فانا مش هعرف افتكره يعني. الموضوع بيبقى صعب شويه. بتمنى طبعا كل الناس يعني ربنا يبعد عن الناس كلها اي محنه مرضيه زي اللي انا فيها، لان فعلا هي صعبه جدا. انا راضي بكل حاجه ربنا كاتبها لي، وراضي فعلا بالموقف اللي انا فيه دلوقتي، وراضي باي حاجه ربنا اداني اذا كانت كويسه او مش كويسه، لان اكيد فيها خير. اللي مش كويس ده فيه خير، انا شفت خير كتير جدا ربنا اداهوني. فمش عاوز ان انا اقول هو ربنا بيعمل معايا انا كده ليه؟ لا، طب ما ربنا اداني كتير جدا، فانا الابتلاء ده من عند ربنا ممكن يكون برضه، هو اكيد 100% هو خير ليا، وهو خير فعلا ليا الحمد لله رب العالمين. وانا راضي باي حاجه ممكن ربنا اداني، ومتقبلها بصدر رحب. الاول في بدايه تعبي كنت ببقى عندي امتعاض شويه من الموقف اللي هو تعبان وليه انا تعبان كده، لكن لا انا يعني الواحد مخه برضه بيتفتح كده في وقت من الاوقات.
لا لازم الواحد يتقبل اي حاجه فعلا ربنا بيديها له. ايه المعنى اللي انت مفتح على فكره انا قعدت الف عليك عشان ما ردش على الست برضه عايز انا عايز اعرف المعنى اللي ربنا رماه في قلبك في الموقف ده كابتن اشرف. يعني انا مؤمن ان المواقف اللي شبه كده ربنا سبحانه وتعالى بيفتح للناس معاني كده معينه. الرضا الرضا ما فيش احسن منه في الدنيا كلها. ان انت راضي بكل حاجه ربنا بيقسمها لك بكل حاجه. وبعدين على فكره على فكره المرض ده ممكن يكون رزق برضه. ايوه الرزق مش فلوس بس ولا اولاد ولا اصدقاء، ممكن يكون حاجات انت بعيده عنك خالص مش في فكرك، لكن ممكن يكون ربنا كاتب لك الرزق ده في ان انت ممكن ربنا ابتلاني بمرض عشان ده رزق ليا ان يعوضني بعد كده في ان شاء الله كده لو ربنا كتب لي ودخلت الجنه. فممكن يكون ليه لا يعني. فانا عندي رقم واحد واحطها كده تحتها مليون خط، الرضا. لازم تكون راضي باي حاجه ربنا كتبها لك. فانا راضي بكل مين شيء. مين الشخص اللي طلعت بيه من المحنه دي او الاشخاص اللي انت ما تقدرش تنساهم في المواقف ده؟ زوجتي واولادي بس. بس مفيش حد براهم انت حاسس ان هو؟ لا في ناس وقفت معايا. لا في ناس وقفت معايا يا ابراهيم. لا يعني مين من الوسط الراضي اللي انت اتعرفت على معدنه بجد في الموقف ده؟ بص احمد شوبير من الناس اللي وقفت معايا وقفه كويسه جدا. من الاصدقاء الرياضيين يعني الزملاء اللي انا تزاملت معاهم. يعني في ايمن منصور كان دائم السؤال عليا. طبعا كان في اصدقاء ليا من بره مصر. الاستاذ خلف خالد ده كان لاعب في نادي الشارقه في الامارات. من 30 سنه فوجئت بيه نازل مصر عايز يشوفني وعايز يقابلني. انا مش متذكر كمان يعني من فتره كبيره بقى كل ما بينزل مصر لازم يجي يزورني في البيت. وانا حابب ان ده اللي هو اللي بيبقى حابب الشخص وعايز يسال عليه عشان حبه وفي ذكرى طيبه بيننا وبين بعض بدون اي اغراض. يعني قليلين جدا ما يعني. شوف انا قلت لك مثلا اسمين او ثلاثه. طبعا غير المسانده اللي كانت كبيره جدا طبعا من الشركه المتحده. وقفت معايا وقفه كانت كبيره جدا في بدايه مرضي. واخيرا طبعا معالي مستشار تركي آل الشيخ وقفته معايا الفتره الاخيره ديت وتواجدي دايما في الـ في الـ في السعوديه في العلاج هناك. طبعا حاجه يعني الواحد يعني في حاجات في اوقات بتحب ان انت عايز توصل شكرك للناس ما بتعرفش تدي لهم حقهم. لما معالي المستشار تركي للشيخ شافني في الوضع اللي انا كنت فيه وفعلا كان بيتقال ان انا تعبان بس مش بالشكل ده. مجرد لما شافني رفع الموضوع سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد ووافق مباشره ان انا اتعالج على نفقه السعوديه هناك في المستشفى الملك فيصل لغايه ما انا اخلص. بالرغم ان هم عارفين ان انا علاجي ممكن يوصل لخمس سنين او اكتر كمان. فالموضوع يعني انت بتسافر وتيجي يا كابتن؟ بسافر في اللي هي فتره الجرعات اللي باخدها والعلاج. بتقعد قد ايه في بعض يعني؟ ساعات بقعد 8 ايام، ساعات بقعد 10 ايام، ساعات بقعد على حسب ده كل شهر؟ كل شهر بروح. كل شهر لازم اكون موجود لان انا في فتره من الفترات الثلاث شهور اللي فاتت دول ما كنتش عارف اقعد قدامك كده الا كان عندي مشكله جات لي في عينيا جامده. كنت بشوف بعيني اليمين دي دبل فيجن يعني اللي هي الرؤيه المزدوجه دي وده يمكن بسبب المرض. فانا عندي المرض بيهاجم اماكن في جسمي. فانا باخد علاجات علشان تدافع عن ميبقاش لي مضاعفات. فالحمد لله في خلال الشهرين اللي فاتوا يعني الامور مشيت بقت احسن. فالواحد بيقول الحمد لله على كل شيء. في حد كابتن اشرف زعل منه قوي ونصالحه عليه دلوقتي؟ لا انا اخدت عهد على نفسي. انا مره من المرات كنت قاعد انا وزوجتي واولادي قلت لهم واحنا بنقعدين كده مع بعض ما بنتكلمش. فمره واحده قلت لهم على فكره انا خلاص انا سامحت كل الناس اللي انا زعلان منها. فهم بيقولوا لي انت ليه بتقول الكلام ده دلوقتي؟ فقلت لهم ما اعرفش انا جات لي حاجه دلوقتي ان انا عاوز اسامح كل الناس اللي انا زعلان فانا مش زعلان من حد. ربنا يا رب يكبر خاطرك يا كابتن اشرف. لا مش زعلان الحمد لله خالص والله. ربنا يكبر خاطرك ويرضيك يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبي ربنا يخليك. فرح كابتن اشرف قاسم بقى حديث فرح نجل كابتن اشرف قاسم بقى لما ده بتزعل مننا احنا تقول لسه في حاجه ولا نجل كابتن اشرف قاسم بقى حديث كل الوسط الرياضي وكمان غير الوسط الرياضي عشان انت جمعت
كيانين كبار جدا ورمزين كبار جدا، الاهلي والزمالك، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسين لبيب. انا عايز اعرف كواليس القعده دي. لا هي كانت طبعا هم يعني طبعا انا بشكرهم ان هم اللي حضروا فرح شريف ابني، حتى لما وجهت الدعوه للكابتن محمود وكابتن حسين ما ترددوش ان هم يكونوا متواجدين، وكانوا موجودين. يعني حتى الكلام اللي ما كانش موجود عن الكوره والحاجات دي كان في فرح، فهم مبسوطين لوجودهم معايا وان هم ادوا الواجب معايا، دي حاجه طبعا تحترم يعني. برضو لما انا كلمت الكابتن محمود الخطيب، مش دي المره الوحيده اللي كان متواجد معايا وكان واقف جنبي، لا جه زارني اكتر من مره في البيت وكان دايم السؤال عليا. حتى الاستاذ طارق قنديل، المهندس خالد مرتجي، زي ما الكابتن احمد سليمان في اوقات كتير جدا بيسال عليا، ويعني في اوقات كتير جدا كان متواصل معايا في فتره تعب يعني. في ناس كده، الاستاذ يعقوب السعدي، الدكتور عماد يوسف، الناس دي العلاقه اللي بيننا وبين بعض بتسمح ان هم يكون في حتى كمان عائليا بنكون موجودين مع بعض. بحس دايما طول الوقت من كلامك يا كابتن اشرف ان انت علاقتك بكابتن محمود الخطيب علاقه مميزه. قبل ما نكون يعني معرفه، احنا زملاء ملعب لما يعني تزاملنا في منتخب مصر، وانا اتشرفت طبعا ان انا كنت زميل لكابتن محمود الخطيب، ويعني في الوقت اللي انا تعبت فيه هو اللي بادر واتصل بيا عشان يطمن عليا وطلب ان هو يجي يزور. وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، فطبعا كل الشكر يعني. بحس دايما كابتن محمود الخطيب في الحاجات دي يعني سباق دايما. هو طبعا يعني هي دي من الحاجات المميزه فيه ان هو جانب الانسان. طبعا دي حاجه كويسه جدا، وده اللي مطلوب ما بين الزملاء مع بعض اللي هم عاشوا مع بعض واكلوا عيش وملح مع بعض، ان بقى في حتى مجرد سؤال، مش حتى لو مش هتقدر يبقى في زيارات، لكن بيبقى في مجرد سؤال بس مش اكتر يعني. نادي الزمالك ككيان عامل ايه مع كابتن اشرف قاسم في الوضع ده؟ في الموقف ده. الوضع الوضع والموقف الصحي لكابتن اشرف قاسم. يعني ما هو ينفع ما اجاوبش على السؤال ده؟ يعني ينفع؟ انت تؤمر اللي طيب. انت تؤمر بيه يحصل. ينفع طيب. ماشي طيب. نفوت السؤال ده. الكابتن حسين لبيب علاقته بيه عامله ازاي؟ الله، طب ما هي لا 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 خلاص، ده نادي الزمالك في المحنه الصحيه. انا بتكلم بقى كابتن حسين لبيب. اخر مره شفت الكابتن حسين لبيب بعد مباراه السوبر، كان هو مجلس الاداره طلع. انا كنت حضرت مباراه السوبر، انا كان عندي مستشفى قبلها بيوم في الرياض. ايوه بالمصادفه يعني كنت موجود هناك ماتش السوبر الافريقي. وشفته في الملعب بعد نهايه المباراه. أيوه. هو وباقي اعضاء مجلس الاداره سلموا عليا وباركت لهم طبعا على اللي فوز. بتقيم تجربه الكابتن حسين نبيه بمجلس ادارته بعد مرور سنه دلوقتي من وجودهم داخل نادي الزمالك كابتن اشرف ازاي؟ هقول لك، يعني يمكن اهم حاجه كانت تؤرق المشجع الزملكاوي هي الامور الماديه اللي كانت على الديون اللي كانت موجوده على نادي الزمالك. يعني اعتقد بنسبه مثلا حوالي 90% يعني. هم كل يوم بيطلع لهم لسه احنا قايلين لسه قايل خبر وانا داخل كده 819 يعني. فالموضوع كان صعب جدا. 90% من الديون دي لما تكون اتسددت اعتقد ده نجاح كبير جدا ليهم. محتاجين ندي لهم فرصه كبيره علشان يقدروا يعني يقدروا يتحكموا في زمام الامور داخل النادي. عندنا مشكله كبيره جدا في العاب الصالات، يعني شفناها الفتره اللي فاتت كانت واضحه جدا. عايزين تجهيز فرقه الكوره للفتره للمنافسات القويه والكبيره، البطولات اللي انت هتخش فيها. يعني انا مش عاوز افرح ان انا خدت بطوله كاس السوبر بس، انا عاوز اخد، كنت هاخد كاس السوبر المصري، عاوز اخد الدوري المصري، عاوز اخش بطوله افريقيا للانديه. فالحاجات دي كلها لازم، محتاجه تجهيز للكلام ده. انت محتاج حاجات كتير جدا فنيه داخل الملعب عشان تقدر توصل للهدف بتاعك. هل مجلس اداره هيقدر يعمل الكلام ده؟ هم بيحاولوا. هي فيها صعوبه للمشاكل اللي حاصله كتير اللي موجوده، السكاوتنج اللي عندك ده او المجموعه اللعيبه اللي موجوده محتاجه ان انت تقدر تختار صح للاماكن او المراكز اللي انت محتاجها بشكل احسن من كده. مش اي لاعب تقدر تضمه على للنادي اللي انت محتاجه بس، واللي شايف ان في عنده قدره ان هو يقدر يفيد النادي، زي مثلا عبد الله السعيد. احنا عبد الله السعيد احنا لو معانا او انضم للنادي مثلا من 6 7 سنين الموضوع كان هيختلف جدا. لعبد الله وللفرقه.
محتاج انت في مراكز كتير جدا محتاجه في الملعب. لو هتتكلم مثلا تقول لي المراكز اللي انت محتاجها ايه اللي محتاجها؟ محتاج خط الدفاع، انت محتاج اثنين ستوبرين كويسين، محتاج باك رايت برضو. انت مش هينفع عمر جابر بس هو اللي يكون بيلعب معاك، او تجيب محمد شحاته تلعبه باك رايت، لا انت محتاج باك رايت اساسي يكون موجود. السيرد باكين زي ما انا قلت لك، حتى بعد عوده الونش انا مش عاوز احط الونش، انا مش هقدر اقيم المدافعين الا بعد ما الونش يكون بيلعب ولعب ماتشين ثلاثه اربعه خمسه ورا بعض، عشان اقدر اقول ان انا دلوقتي في الونش موجود مع حسام مع المسلوسي. ولازم تشوف واحد تاني برضه. أيوة. يعني لازم تشوف واحد تاني. المراكز اللي زي دي لازم يكون في اربع لاعبين بنفس المستوى يكونوا موجودين في ظهر بعض. على فكره اللي احنا بنقوله على المراكز دي، هي المعاناه دي موجوده عند النادي الاهلي برضه. ايوه، النادي الاهلي عنده مشاكل، في الحته دي. ومحتاج يجيب لاعب قلب دفاع او اثنين كمان. يعني بعد خروج محمد عبد المنعم، او دلوقتي بيلعب برامي وبيلعب بياسر، وياسر اتصاب واشرف فريق اتصاب، فبقى عنده مشكله دلوقتي، فهو بيخش خالد بس اللي بيلعب مكانه دلوقتي. فانت عندك مشكله كبيره جدا، لازم برضه كنادي الزمالك نص الملعب اختياراتك لازم تكون واضحه من البدايه. طب بمناسبه نص الملعب يا كابتن اشرف، هل انت مع عوده طارق حامد في التوقيت ده؟ يعني اعتقد اللي يقدر يحدد الكلام ده مدير الفني. هو اللي يقدر يقول احتياجاته ايه. هل طارق حامد لو جه هيتقبل ان هو يقعد كبديل ولا لا هيجي عشان يلعب كاساسي؟ اللي هيحكم الكلام ده كمستوى بس انت ممكن اسلوب لعبك دلوقتي، انت ممكن ما تستحملش اتنين يبقوا في وسط الملعب، ممكن واحد بس، على اساس ان انت ممكن عبد الله السعيد ممكن بيكون بيلعب جنبه على بطريقه وفكر الراجل. هو عايز عبد الله يبقى موجود مع ناصر ماهر. فلو لو طارق موجود هيلعب طارق مثلا وشحاته او دونجا، وهيلعب عبد الله سعيد قدامهم، يعني فوقيهم. يلعب بالاثنين دول في وسط الملعب. وممكن تستفيد بناصر مان ناحيه الشمال، ومش لك ناحيه اليمين. دلوقتي في الاصابه بتاعت زيزو. فبرضه هو الفكر ده على حسب. بس ناس بتتكلم على فكره ان طارق، في ناس شايفه ان لا طارق مفيد دلوقتي، انت لما بيتصب عندك دونجا فبتبقاش ما بيبقاش عندك حد يعني خبره وتقيل في المكان ده، لان حتى برضه لسه لعيب مش مكتمل الخبرات. وفي ناس بتقول لا اصل طارق برضه كبير في السن. راي كابتن اشرف ايه؟ يعني لو طارق متاح دلوقتي يبقى اضافه للزمالك؟ يعني انا شايف من وجهه نظري وجود محمد شحاته مهم جدا يكون موجود، ولازم يبقى فيه تصعيد للعيبه الصغيرين في السن علشان تخلق لنفسك لاعبين موجودين في الفترات اللي جايه. طارق حامد اعتقد 36 سنه. ايوه. فتخيل لما يبقى طارق موجود 36 وعبد الله سعيد 39 سنه، ولو موجود شيكابالا في الملعب بسن برضه، الموضوع هيبقى صعب جدا. انت بتحاول في الخطوط كلها بيبقى في كل خط على الاقل واحد سنه يبقى عنده خبرات كبيره. ايوه. فوجود عبد الله سعيد في وسط الملعب هو ده اللي بيمثل لك الخبرات اللي موجوده. فانا شايف برضو دي بترجع ده مش تقليل من طارق من اللعيبه الكبيره وكل حاجه، وده كتير جدا للنادي الزمالك. لكن هل انت في الاحتياج لطارق في التوقيت دوت، في ظل ان ممكن طارق يقعد كبديل وهيتقبل ده، هو ده اللي لازم تفكر فيه قبل ما تاخد الخطوه دي. قبل ما نطلع الفاصل يا كابتن اشرف، كنا بنتكلم على القصه بتاعت الاهلي والزمالك والمشهد بتاع وجود الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب والعلاقات ما بين الاثنين. في ظل هذا المشهد اللي كان جميل جدا، ايه رايك في العلاقات ما بين الاهلي والزمالك الفتره اللي فاتت، والقصه والجدل بتاع جمله ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ والله بص، يعني العلاقات اللي بينهم اكيد علاقات كويسه جدا وعلاقات محترمه جدا، والاثنين محترمين جدا وبيتعاملوا باحترام، والناس شافت كده يعني في كل المحافل الرياضيه اللي كانت بتجمعهم مع بعض، كان اللي بيسودها الاحترام المتبادل بينهم، وده الطبيعي اللي لازم يكون موجود. يعني بين رؤساء انديه كبيره زي الاهلي والزمالك دي طبعا لازم تكون موجوده كده. لكن انا ما بحطش في دماغي بقى موضوع احنا اكبر قلعه رياضيه والنادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه. يعني هو انا بالنسبه لي انا هحب نادي الزمالك هو قلعه رياضيه كبيره، هو نادي قد كده، نادي خد بطوله او خسر او ما خسرش، انا كده هفضل احب النادي على طول. وعلى فكره ده نفس التفكير اللي عند اي واحد من جمهور نادي الزمالك. يعني حبك للمكان او الكيان غير مرتبط بلقب او لا. طب ما في اوقات كتير جدا نادي الزمالك ما كسبش بطولات. الجماهير ما حبتوش وما وقفتش معاه وما راحتش شجعته. انت اكتر جمهور موجود في جمهوريه مصر العربيه
بيقف جنب فرقته هو جمهور نادي الزمالك في الاوقات اللي بيبقى فيها الدروب اللي حاصل يعني. أي. مش هتيجي زي الفترات اللي فاتت الصعبه اللي كانت نادي الزمالك يعني كان يعني شافها وكان متواجد فيها بشكل مستمر وحتى كمان كان مستوى الفرقه في اوقات كتير جدا مستوى الفرقه كانش بيبقى بالشكل المناسب او الشكل الجيد كان جمهور نادي الزمالك كان بيشجعه ازاي. ايوه حتى كان معظم البرامج الرياضيه بتطلع تقول احنا مش عارفين جمهور نادي الزمالك بيقف جنب فرقه نادي الزمالك بالشكل ده ليه. ايوه بيحبوا نادي الزمالك قوي ليه. فهو اللي بيحب نادي الزمالك بيحبه تحت اي مسمى بقى. يعني مش عاوز احطها دي لازم تتحط في برواز. يعني هو اكبر قلعه رياضيه او مش اكبر قلعه رياضيه كده او كده انا بحب نادي الزمالك. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع البرنس كابتن اشرف قاسم. كابتن اشرف قاسم طبعا واحد من امهر المدافعين اللي جم في تاريخ الكره المصريه وهو اتشهر ببرنس الكره المصريه ويمكن بدا يشارك مع الزمالك من سنه 83 او 84 واشهر اهدافه يمكن كان جون الترجيح او ضربه الجزاء الترجيحيه اللي كانت في نيكونو الحارس الاسطوري طبعا بتاع الكاميرون سنه 86. كابتن اشرف قاسم طبعا مش محتاج كلام بصراحه واحد من امهر اللعيبه فعلا اللي جم في تاريخ مصر يعني انا كنت سمعت انه بيمر بازمه صحيه مؤخرا ربنا يشفيك طبعا وحضرتك هتفضل دايما على مدى الدهر يعني او على مدى التاريخ واحد من افضل المدافعين اللي احنا شفناهم في تاريخ مصر. كنت اتمنى طبعا انك تشارك اساسي في كاس العالم 90 بس بكل اسف حصلت لك اصابه يعني وربنا يوفقك دايما يا كابتن اشرف وربنا يشفيك. كان الهدف بتاعه بتاع سنه 91 كان ما بين الزمالك والاسماعيلي كان الماتش خلص 2-1 وكان برنس الكره المصريه كان جايب جون من الاثنين. قال له ربنا يديك الصحه ويبارك لك وتفضل نجم الزمالك كده ومنور الشاشه دايما في البرامج بتاعتك وفي التعليقات بتاعتك الكرويه وربنا يكرمه ويوفقه في حياته. كابتن اشرف قاسم من الكباتن الكبار جدا جدا في مصر ومشهور جدا هو برنس الكره المصريه يعني معروف. كابتن اشرف قاسم يعني من الناس المحترمه جدا في كره القدم ولعيب يعني كان لعيب عالمي. انا ما عصرتوش بس شفت له فيديوهات وحاجات لكن هو من اللعيبه اللي هي قليله في مصر يعني اللعيبه. انا كاهلاوي انا بحبه وبحترمه لان هو من الشخصيات المحترمه جدا. ادعي له بالشفاء وربنا يرجعه بالسلامه لاهله والناس اللي بتحبه. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. اشرف قاسم طبعا من اللعيبه المميزه جدا في طبعا كان بيلعب في قلب الدفاع ومشهور طبعا بضربات الراس وتسديد ركلات الجزاء. اهم حاجه ربنا يشفيه ويخليه لنا لان هو من اللعيبه الاخلاق جدا جدا طبعا بسياقته مسمينه برنس الكره المصريه. فربنا ان شاء الله يتم شفاعه على خير باذن الله هو وكابتن مؤمن زكريا وكل اللعيبه. الف سلامه عليه وربنا يشفيه يا رب ويبارك فيه دايما يا رب. ربنا يشفيه ويعافيه انسان محترم زملكاوي يعني زملكاوي اصيل يعني. ندعو الله يعني ان ربنا يشفيه ويزيح عنه. اشرف قاسم المتالق اليوم ده احنا كده قصين نص مثلا التقيله يا كابتن اشرف ده في قد دول مثلا 20 مره بس عشان الوقت واهلاويه زملكاويه مفيش حد بيختلف على حب كابتن اشرف قاسم. الحمد لله انا طبعا بشكرهم كل الناس اللي اتكلمت واحلى حاجه اتقالت دلوقتي ان هم بيتمنوا لي الشفاء. فدي عندي ربنا يجعل دعاهم من نصيبك يا كابتن اشرف يا رب ودايما كده منور الدنيا. ربنا يخليك ربنا يخليك. الفتره اللي تولى فيها كابتن اشرف اداره نادي الزمالك في اللجنه المؤقته. في ملفات كتيره حصلت او مواضيع كتيره حصلت في الفتره دي كانت شائكه عند الجمهور الزملكاوي. بعد بقى مرور فتره دلوقتي انا الاوان ان الناس بتعرف التفاصيل دي. فرجاني ساسي كانت مشكلته مع الزمالك ماديه؟ طبعا كانت ماديه. ما فيش كلام. انا كنت كمشرف على الكوره يعني. كنا حاولنا كذا مره ان احنا نتكلم معاه على اساس ان هو يخفض المقابل بتاعه علشان نقدر ان احنا نجدد لكن هو كان مصمم على المبلغ بتاعه. هو كان بياخد مبلغ كبير جدا يعني. في التوقيت ده واحنا كانت الظروف النادي زي ما انت عارف كانت الظروف صعبه جدا يعني. فاحنا كنا انا قعدت معاه اكتر من مره
فهو كان عنده نوع من التصميم ان هو لو ما خدش الفلوس يبقى هيسافر. فكنت بتكلم معاه ان نادي الزمالك برضو ان الجماهير من حق الجماهير عليك ان انت لازم برضو تبقى في نوع من التنازل شويه لو انت عايز تكمل مع الفرقه والناس حباك ان انت تبقى موجود واسمك كبر جدا في وجودك في نادي الزمالك. فيعني حسيت كده ان هو مش يعني مش عايز يروح معايا في الاتجاه ده. اي بالرغم ان هو يعني في اوقات يقول لي طب هشوف هفكر طب هخلي مدير اعمالي يتكلم معاكم. فالامور ما مشيتش يعني احنا انا قعدت فتره قليله ومشيت. حتى اللجنه بعد كده حاولت معاه ان هي توصل لحل يعني يرضي جميع الاطراف لكن ما وفقوش يعني في الموضوع. ودليل على كده لغايه دلوقتي في مشكله في ماديه بان هو طالب هو رفع قضيه على النادي انه عايز فلوسه يعني. هل لما كنت بتقعد مع زيزو يا كابتن اشرف تتكلم معاه هل كنت بتحس ان زيزو الاولويه عنده هي الفلوس؟ لا خالص لا خالص لا. على فكره معظم لعيبه نادي الزمالك ما عندهمش الموضوع ده بس يعني زيزو غير فرجاني. لا خالص لا ده حاجه وده حاجه تانية. لا زيزو ما كانش بيتكلم في حتى في الامور الماديه. هو كان بيبقى اي حد من اللعيبه يعني انا قعدت مع والد زيزو مرتين كان كلامه كله انهم عايزين بس ان هم يعرفوا هم ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم وهيجددوا ازاي وهياخد ايه بس يعني الطبيعي ان هو لازم يسال يعني. لكن عمره ما قال انا لو ما خدتش كذا انا مش هكمل مش عاوز اجدد او مش عاوز اكمل مع النادي. لا ما تقلقش انا ما سمعتهاش منه قبل ابدا يعني. قصه مصطفى محمد بقى كابتن اشرف ايه قصه مصطفى محمد؟ والله مصطفى محمد كان معايا كابتن ابراهيم عبد الله. ومصطفى يمكن اكتر من مره كان دايما بيطلع لي يعني كان مصمم تصميم غير طبيعي ان هو عايز يسافر. فاحنا قلنا له احنا هنعمل اللي في صالح نادي الزمالك واللي في صالحك. فانا قلت له دايما خد بالك انا بقول ايه الاول. انا بقول لك هنعمل اللي في صالح نادي الزمالك واللي في صالحك. ما ينفعش اقول لك هعمل اللي في صالحك الاول قبل نادي الزمالك لان الزمالك هو اللي فوق الكل يعني. اي حد فينا لازم هيدور على مصلحه النادي بتاعه الاول وبعدين مصلحه اللاعب. فاللي هنشوف ايه الصالح وهنعمله يعني. هو كان مستعجل جدا. وكان بيجي يكلمني ويروح يكلم الكابتن ابراهيم عبد الله. فاحنا كنا بنقعد نتكلم مع بعض ونشوف يعني ايه الوضع ايه اللي ممكن يعمله لان مصطفى من اللعيبه اللي كانت ليهم تواجد في الفرقه ده مؤثر جدا. حتى احنا بعد ما هو ساب الفرقه خط الهجوم عندنا كان بيعاني من الـ صحيح. من الـ من, الـ من عدم وجوده يعني. هي. ففي الفترة اللي هي اللي قبل السفر على طول مصطفى كان بيضغط علينا ضغط رهيب. مش عاوز اقول ان هو ليه حق لكن هو كان نفسه أمنية حياته انه يحترف. وفي نفس الوقت احنا عايزين مصلحة النادي. فحتى كمان يعني كابتن ابراهيم عبد الله حاول قعد معاه اكتر من مرة وهو اللي مسك بقى الملف بعد كده. لان انا كنت بعيد عن الامور المادية والمالية. لكن انا كنت بحاول ان انا اهدي مصطفى واقول له سيب الامور تمشي من جانب الاداره ان هم يشوفوا مصلحه النادي ومصلحتك هيعملوه لكن انت في نفس الوقت لازم تكون مركز في الملعب عشان تقدر ان انت تأدي بشكل كويس. فما تبعدش نفسك عن الملعب وتتاثر بالضغط اللي عليك من بره. الموضوع بتاع التجديدات والتعاقدات والرحيل والكلام ده كله طبعا بيبقى فيه تفاصيل وخبايا وكواليس كتير جدا. هل توقعت في اي وقت من الاوقات يا كابتن اشرف ان امام عاشور ممكن يرحل من الزمالك ويروح الاهلي في الوقت اللي هو اللي انت كنت موجود فيه؟ لا خالص لا ما كانش موجود. لا كان موجود امام. لا ما انا عارف يعني ما كانش موجود الفكر ده اصلا. ما كانش موجود. لا ما كانش فيه تفكير حتى من امام ان هو هيمشي يعني. امام كان لسه برضه في الوقت ده لسه يعني بيبتدي ما ظهرش يعني بيبتدي ينضج يعني. وبرضه خد بالك وكان موجود بن شرقي. كان وجود فرجاني ساسي كان وجود طارق حامد. الموضوع كان برضو مش منور كده. امام ما كانش منور بالشكل ده. لكن احنا كنا عارفين ان امام مستواه هيرتفع في الفترات اللي جايه في وجوده في وسط الفرقه. وانت وده السبب اللي كان خلاكم انتوا مطمنين وانتوا بتوافقوا لفرجاني انه يمشي؟ لا احنا انا موجود. انا ما كنتش موجود ساعه لما فرجاني مشي. وكنت هحاول بشتى طرق ان انا اقعد في الجنة لكن هو كان هو مصمم يعني ان هو كان هيمشي. لكن انا كنت شايف ان امام عاشور ممكن يعوض شويه وجود فرجاني عدم وجود فرجاني. لو هو صمم على ان هو يمشي يعني. ودليل على كده ان مستوى امام
ابتدى يرتفع حتى بعد ما فرجاني مشي، ابتدى يرتفع والناس كلها قالت ايه ده امام عاشور شم نفسه بعد ما فرجاني مشي. وهو ده اللي حصل. لكن ان انت تبقى عندك لاعب بقيمه او بقدرات امام عاشور في الوقت اللي مشي فيه، لا ده اعتقد ان ده اكبر غلط. بعد كده بقى كابتن اشرف، توقعت بالسيناريو اللي انت شفته بالاحداث ويعني تتابعها، توقعت ان امام ممكن يمشي؟ لا ما توقعتش، يعني كانت مفاجاه ليا بصراحه. ايوه. لكن في نفس الوقت هو امام لما جاله العرض بره وسافر، النادي حتى لما سابوه يسافر، انا كنت متوقع بعد لما عرفت ان هو ممكن يرجع مصر، كنت متوقع او يمكن متاكد كمان ان هو هيرجع على نادي الزمالك تاني. ايوه. ما كنتش متخيل ان ممكن يروح النادي الاهلي. لكن طبعا ده عشان معرفتك بامام؟ معرفتي بامام وان هو كان مرتبط بالنادي، يعني هو تواجده في النادي الزمالك كان اكتر طبعا، ما كانش حد متخيل يعني ان هيروح. لكن اللي وصل للناس كلها ان امام عاشور راح النادي الاهلي لان النادي الزمالك ما قدرش ان يدفع المبلغ اللي طلبه النادي الدنماركي. بس بتشوف الزمالك يا كابتن اشرف بالسكواد الحالي يقدر يكسب الدوري بالمجموعه اللي موجوده؟ لا صعب صعب، لازم يبقى في تدعيم في يناير. لازم مفيش. على فكره انا بقعد مع ناس يعني زملكاويه كتير، الكلام ده انا بقعد اسمعه، انا ساعات ما بقولش رايي بسرعه الا لما بسمع الناس بتتكلم حواليا. لا هم محتاجين زي اللي احنا الكلام اللي قلناه في الاول، انت محتاج في خط الدفاع عدد من اللعيبه، في خط الوسط عدد من اللعيبه، حتى كمان في الجانب في الخط الامامي، بالرغم ان انت عندك هو الخط الامامي بتاعك هو احسن خطوط الملعب اللي موجوده في الفرقه، لكن انت كمان ما عندكش بره، ما عندكش مقاعد بدلاء كويس، يعني الدكه باللغه بتاعتنا برضو مش تقيله، مش تقيل. فانت محتاج ده. طب رايك ايه في جوميز؟ انا شايف ان هو لغايه دلوقتي مدرب كويس بالمجموعه اللي موجوده ده، وقادر انه يوفر لنفسه كويس ولا مميز؟ باللي عنده ده. لا انا اقول هو جاي جدا، جاي جدا. طبعا. لان برضه خد بالك هو بيقع في مشاكل كتير جدا، اصابات كتير جدا، ايقافات، يعني في عنده في الخطوط بتاعته في ناس كتير جدا صعب. انت عارف الخط الدفاع ده بالذات التغييرات الكتير اللي بتحصل فيه دي تسبب لك مشكله. صح. اكتر من اي خط تاني. صح. يعني عدم تواجد الونش فتره طويله زي دي بيسبب لك مشكله كبيره، انت عمال بتقول يا رب هو هيرجع امتى عشان ابتدي اشوف واحد تاني جنبه. صح. بس صح. فلا طبعا يعني هو الراجل يشكر على اللي هو بيعمله دلوقتي مع الفرقه، لكن هو محتاج فعلا لعيبه كويسه الفتره اللي جايه، فاللعيبه تقيله تسند معاه في الفتره اللي جايه. بتشوف الدوري اقرب لمين يا كابتن اشرف؟ لا ما تقدرش تحكم دلوقتي. لا يعني مين السكواد الافضل؟ يعني احنا لو بنقول مثلا اهلي زمالك بيراميدز مثلا، مين السكواد في وجهه نظرك الاتقل بالترتيب كده؟ السكواد هو بيراميدز بقى له 3 سنين 4 سنين هو احسن سكواد في مصر. بجد والله؟ طبعا. امال ايه؟ احسن من الاهلي والزمالك؟ طبعا. امال ايه؟ خد بالك انت ما بتحكمش على ال11 لاعب اللي بيلعبوا بس. لا انت بتحكم على ال11 والسبعه الثمانيه اللي بره والتسعه اللي بره، المجموعه اللي بره دي. انت لما بتيجي تعمل التغييرات بالنسبه لبيراميدز بيعمل التغييرات، اللي بينزل زيه زي اللي بيطلع من الملعب. ايوه. فانت عايز ده يبقى موجود في الزمالك اللي احنا بنقوله. ونفس الوضع بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده المشكله اللي احنا عمالين بنقابلها دلوقتي اللي بيقابلوها، اللي هي موضوع المدافعين. ايوه. عايز برضو مدافعين في قلوب دفاع. الباك رايت لما بيحصل مشكله بيبقى عندهم، يعني محمد هاني لما اتصاب ابتدى يدخل اكرم توفيق او عمر كمال. فعنده مشكله. الناحيه الشمال ابتدى غصبا عنه بعد ما معلول اصيب راح جاب يحيى. فهو انت لازم تقدر تعمل كده. عنده مشكله كبيره بعد اللعيبه اللي جابها يوسف ايمن واشرف داري، عندهم مشكله في اصاباتهم او عدم اكتمال الجاهزيه بتاعتهم. فمحتاج يدخل لعيبه ثانيه، فابتدى يجيب واحد ثاني هو مش بيلعب اصلا سيرد باك. فدي مشكله كبيره جدا للانديه الكبيره اللي هي عايزه تنافس على بطوله الدوري. فهو ده نفس الوضع اللي عندنا. انت دلوقتي بتلعب بالمسلوسي وهو باك رايت. مسلوسي باك رايت، انا مش هحسبه سيرد باك. حتى المشاكل اللي بيقع فيها المسلوسي في الملعب انا مش عاوز اقدر احكم عليه لان مش مكانه. حتى لو هو لعب سنه فيه برضه مش مكانه. فانت محتاج في المكان ده لعيبه برضه تقدر ان هي تشيلك داخل الملعب وخارج الملعب. فانت محتاج على الاقل مثلا مش اقل من 6-7 صفقات. بمناسبه الصفقات، الصفقه الافضل في وجهه نظر كابتن اشرف اللي عملها الاهلي وعملها الزمالك وعملها بيراميدز اللي هم فرق المقدمه في السنوات اللي فاتت؟ لا الصيف اللي فات ده
بنتايج ده اعتقد ان دي افضله. مش هقول عبد الله لان عبد الله السنه الموسم اللي قبليها هي هو وناصر. النادي الاهلي هو وسام يعني ويحيى على طول الله لعيب كويس جدا برضه وبيزيد بقى يعني هو هيبقى زي معلول وممكن يبقى في نفس المستوى بتاعه هيفيد النادي الاهلي كتير في الفتره وفي بيراميدز يعني هم جابوا السنه دي عبد الرحمن مجدي عندهم اكتر من لعيب واكتر من صفقه مهمه عملوها السنه اللي فاتت دي يعني الصيف اللي فات ده. هو بص اقول لك على حاجه هم يعني اوباما صديق اجوله هو الوحيد اللي ممكن يتقال عليه صفقه كويسه بس هو لسه برضه ما ظهرش بالشكل هو الصديق لكن الاسماء الثانيه احنا شفناها في الفرقه الصديق اجوله كان هو احسن محترف موجود في الدوري المصري الموسم اللي فات من وجهه نظري هو جوناثان ومحمد الشيبي الثلاثي دول هو احسن ثلاثه محترفين موجودين في في الدوري المصري لكن صديق جولان من اللعيبه المميزه اللي هيستفيد بيها بيراميدز. ايوه اوباما ممكن مش هيلعب كتير مش هيلعب بشكل اساسي على طول عبد الرحمن مجدي برده ممكن ما يلعبش بشكل اساسي يعني في لعيبه كانت مؤثره بشكل كبير جدا لاقاي معرفش هما مشوه ليه اللي هو كان مفيد جدا كويس قوي لا هو مهاجم داخل الصندوق بيخلص مع ان بره يعني بحس كده بتخنق منه شويه لكن هو كمهاجم لا مهاجم كويس جدا فحتى كمان برضو يا ابراهيم فرقه سيراميكا فرقه كويسه جدا لعبوا كره حلوه قوي بس محتاجه ان هي تبقى مركزه ان هي تكسب ايوه يعني هم بيعملوا استحواذ كويس وكل حاجه وبيتحركوا في الملعب عندهم انتشار كويس جدا متفاهمين جدا مع بعض لكن محتاجين ان هم يكسبوا اللي بيعملوه سيراميكا دلوقتي هو اللي كانوا بيعملوا بيراميدز كل الناس بتقول لك بيراميدز هي احسن فرقه موجوده واحسن سكواد موجود في مصر لكن هي محتاجه كانت تكسب بطولات يعني هي لما خدت كاس مصر فهي محتاجه ان تكسب تفضل مستمره في لو بنتكلم على ابرز لعيبه الدفاع اللي موجوده في مصر يعني مثلا عندنا الونش والمسلوسي وحسام عبد المجيد في الزمالك عندنا مثلا في الاهلي رامي ربيعه وياسر ابراهيم وانضم اليهم طبعا اشرف داري يوسف ايمن عندنا مثلا في بيراميدز احمد سامي ومرعي لو انت بتنقي من دول الافضل يا كابتن اشرف تنقي مين؟ الافضل في دول في خلال الفتره اللي فاتت حسام عبد المجيد وفي اسامه جلال طبعا حسام عبد المجيد في الفتره الاخيره مركز كويس جدا بيأدي بشكل كويس قدر ان هو يتغلب على الضغط اللي كان موجود عليه الفترات اللي فاتت فانا شايف ان هو ابتدى المستوى بتاعه بيرتفع وانا بقول له كده كلمه دايما يلعب الكره السهله الكره السريعه خلي عندك رؤيه في الملعب بشكل كويس يعني شوف فكر في اللعبه قبل ما تجيلك يعني خلي الكره تطلع من رجلك سريعه يعني هتبين للناس كلها انت مفكر في في اللي انت عايز تعمله من قبل ما الكره تجيلك فدي اللي بتتسمى ان تبقى عندك رؤيه في الملعب كويسه احمد سامي من برضه من اللعيبه الكويسه لما بيلعب الكره السهله اللي هو اللي بيقطع ويسلم ده برضه انا بشوف ان هو من المميزين رامي ربيعه الفتره الاخيره كان ماشي بشكل كويس جدا هو شايل هم بقى الدفاع دلوقتي عنده في النادي الاهلي انا شايف ان اكرم توفيق لما يلعب باك رايت احسن من نص الملعب بجد والله وجهه نظري لان هو بيبقى عنده قدرات هجوميه كويسه جدا بيشتغلها يعني هو بيشتغل لما بيلعب باك رايت بيقدر يشتغل الشغل بتاع الباك رايت والشغل وسط الملعب وشغل الجناح المهاجم او الجناح المدافع هو يقدر يشتغل الثلاثه دول من ناحيه اليمين عشان دايما اللي هو بيجي من تحت بيبقى عنده رؤيه احسن من اللي في وسط الملعب ما بيلعبش بظهره ما بيستلمش بظهره فبرضه اكرم من الناس المميزه جدا في خط الدفاع. قبل ما نطلع لفاصل محمد عبد المنعم رايك ايه في مستواه في خطوته بقى في الدوري الفرنسي؟ مستواه كان كويس جدا الفتره اللي هو كان موجود في النادي الاهلي وده اللي رشحه ان هو يكون موجود كلاعب محترف طبعا خطوه كويسه جدا نتمنى له طبعا كل التوفيق والنجاح هو في الاول وفي الاخر هو بيمثل مصر مش بيمثل النادي الاهلي بس فيعني كل التوفيق من ما يستعجلش يعني خلي برضه فكره كده واتمنى الناس اللي هي قريبه منه اللعيبه اللي قريبه منه واوله محمد صلاح لو هو بيتكلم معاه ان هو ما يستعجلش ان هو يظهر بشكل كويس او يلعب اساسي على طول يعني لازم يكون عنده تقبل للوضع هناك الاحتراف مختلف شويه متعب ولازم تبقى عندك قدره على التعامل
والتأقلم مع الوضع بتاع الاحتراف. فلا كنت بتحس ان في ريحة منك كابتن اشرف؟ وخد بالك هو محمد عبد المنعم هو اصلا لاعب مهاجم مش أيه. مدافع فاحنا معظم اللعيبة اللي لعبت كمدافعين وهم كانوا بيلعبوا في وسط ملعب او مهاجمين الموضوع عندهم بيبقى مختلف شوية لرؤيتهم لطريقة اللعب يعني لان هو بيبقى فاهم اكتر وتقولهم على الكورة كده وكورتهم الحلوة هو بيبقى فاهم اكتر للمهاجم او لاعب وسط الملعب اكتر من المدافع الاساسي يعني ايوه فلكن لا هو طبعا لعيب كويس جدا وبتمنى له كل توفيق يعني. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا خليكم معانا. كابتن اشرف نروح للعد التنازلي 10 اسئله هناخد منك الاجابه في زمن محدد ماشي يلا بينا. بن شرقي طارق حامد فرجاني ساسي اكتر صفقه بيحتاجها الزمالك في يناير. بن شرقي. بن شرقي. السؤال اللي بعد كده هل رفضت خوض انتخابات الزمالك؟ رفضت يعني طرح عليك ناخد السؤال اللي بعد كده لاعب رشحته لارتداء قميص الزمالك والصفقه لم تكتمل. لا ما رشحتش حد. مفيش حد خلال الفتره اللي فاتت. لا. طب مين اللعيب اللي نفسك يروح الزمالك يا كابتن اشرف؟ لو بايدك يعني. لا ما من داخل مصر؟ لا من داخل مصر كنا بنقول صديق وجولا هو كان اقرب واحد. السؤال اللي بعد كده لاعب من الاهلي تتمنى انضمامه للزمالك. في الوقت الحالي؟ والله انا شايف لعيبه النادي الزمالك يعني هم مقدمين بشكل كويس والمجموعه اللي في النادي الاهلي برضه مقدمين بشكل كويس. مفيش حد يعني؟ لا. ماشي نروح للسؤال اللي بعديه. لو كنت مكان رمضان صبحي تجدد مع بيراميدز ولا ترحل للزمالك؟ هو خلاص جدد مع بيراميدز النهارده العقد اتوثق. لا هو يجدد مع بيراميدز لان خلاص هو يعني هو داخل جوه الفرقه وهم عايزينه كمان. لكن هو لو كان راح الزمالك النادي الزمالك كان طبعا هيرحب بيه لان هو في وقت من الاوقات في السنتين اللي فاتوا كان محتاج ان رمضان يكون موجود في النادي الزمالك. نروح للسؤال اللي بعد كده. لو كنت مكان شيكابالا هل تعتزل بنهايه الموسم؟ محدش يقول لي شيكابالا اعتزل امتى. يعني سيبه هو اللي يقرر ياخد القرار ده ما يعملش زينا احنا اجبرنا على الاعتزال. ايوه. فلا هو ما دام عنده قدره على العطاء والنادي مستحمله ان هو يكون متواجد لا خلاص يفضل ياخد الفرصه لغايه ما هو يقول يعني. ماشي السؤال اللي بعد كده مدافع اتمنيت ان انت تلعب جنبه كابتن اشرف. كابتن ماهر همام. ماهر همام انا بسمع ان كابتن ماهر ده كان حاجه يعني جامده جدا. هو انا كنت هو على فكره هو ستوبر مش يعني من اللعيبه زيه زي مثلا هشام يكن. يعني هشام انا لعبت جنبه هشام من احسن المدافعين اللي لعبوا جنبي يعني. ايوه. فلا كابتن ماهر امام كنت اتمنى ان هو يكون العب جنبه يعني. نروح للسؤال اللي بعديه. اصعب مهاجم لعبت ضده في تاريخك؟ رب احمد جير. طبعا ده واحد من اساطير الكره العربيه والافريقيه والجزائر طبعا. السؤال اللي بعديه انا بجاوب لك بسرعه ما احنا عشان 10 ثواني اهو. افضل تشكيل في تاريخ الزمالك اوبا دي عايزه لا افضل تشكيل في التسعينات يعني موسم 91 92 92 93 بتشوف ده اجمد جيل في تاريخ الزمالك كابتن اشرف من الناس اللي انا عاشرتهم طبعا ده اجمد يعني تشكيل. من الستينات والثمانينات والسبعينات والثمانينات على اللي انا عشت معاهم فدول افضل حاجه يعني دول افضل حاجه. اخر سؤال في العد التنازلي افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه محمد صلاح قولا واحدا. طيب نروح لاسئله الجمهور عشان جمهورنا بعت لك اسئله كتير جدا يا كابتن اشرف بس احنا ناخد يعني اللي هنقدر عليه عشان الوقت. الاسئله بتاعت جمهورنا للكابتن اشرف قاسم بدايتنا مع مازن طه تحياتي ليك يا كابتن اشرف سؤال حضرتك لما الونش يرجع ان شاء الله الافضل انه يلعب جنب حسام عبد المجيد ولا المسلوسي؟ لا يلعب جنب حسام عبد المجيد. محمد حسن عمر عايز اسال الكابتن اشرف على منتخب مصر هل منتخب مصر هينجح مع حسام حسن ولا زي كل مدرب اول ما ندخل كاس الامم نخسر بنفس الطريقه مع كل المدربين؟ ان شاء الله هينجح مع حسام حسن. شايف ان شاء الله. متفائل يا كابتن اشرف ان احنا نقدر نكسب كاس الامم مثلا؟ متفائل جدا جدا. نروح للاسئله احمد حسن ظهور المحترم كابتن اشرف قاسم حتى بدون اسئله لو هيبقى الحوار مجرد الرشا يستحق المتابعه. حبيبي ربنا يخليك.
ده من ذوقك يا ابو حميد. ياسين احمد بيقول تحياتي، ربنا يعزك ويحفظك يا ابو ياسين والبرنس كابتن اشرف قاسم اللي بقول له الحمد لله على السلامه، الحمد لله على سلامتك وربنا يشفيك ويعافيك دايما يا رب العالمين. كنت حابب اساله اللي بيميز جوميز في مشواره مع الفريق الفترات اللي فاتت، وايه اللي محتاجه ناقص القايمه عشان يكون في عمق كافي لاغلب مراكز اللاعبين ونوصل لابعد وابعد في البطولات وحصدها، لان طموحات جميله الزمالك كبيره وبالتوفيق لينا في اللي جاي ان شاء الله. انت جاوبت كابتن اشرف على المراكز اللي الزمالك محتاجها، ايه اميز حاجه في جوميز؟ ان هو عنده قدره على التعامل مع المواقف الصعبه اللي بيقع فيها. ايوه ودي طبعا دي مهمه جدا، وعنده قراءه جيده جدا للملعب وهو واقف بره. يعني مش بيتوه في الكوتشنج طبعا. مش بيتوه، عنده بيقرا الملعب كويس قوي، تغييراته في اوقات كتير جدا بشكل كويس، توقيتاتها في توقيتها كويس. فاعتقد ان هو لغايه دلوقتي يعتبر بالوضع اللي احنا فيه زي ما قلت لك هو ناجح يعني. نروح لكريم سمير، ما عنديش سؤال بس عايز اقول ان جمهور مصر كلها بتحبك يا كابتن، انا اهلاوي ومتعصب بس حكم الزمالكيه المحترمين اللي تستاهل ان كل جمهور مصر يحبها، ده انت اللي محترم وجميل يا كيمو. الله يخليك يا كريم، اهلاويه زمالكيه كل الناس فرحانه بوجودك يا كابتن اشرف. الحمد لله الحمد لله. عبد الرحمن امبابي، توقعاته لبطل الدوري خصوصا ان الدوري السنه دي من دور واحد، شايف مين يكون بطل النسخه دي مع توقعات الهابطين؟ ممكن نقرر الكلام ده بعد 5 مباريات. بجد والله يا جماعه؟ 5 مباريات يديك المؤشر. طبعا خد بالك لان الدوري السنه دي هو دور من الدور واحد. الدوري من دور واحد. 17 مباراه الاولى هي اللي هتحدد ايه اللي هيحصل. خلاص يا جماعه كابتن اشرف ادانا وعد على الهواء هيكون موجود معانا ان شاء الله بعد كده. انت تدور الدنيا يا كابتن. نورة الحكيم، مساء الخير، ما عنديش سؤال بس مبسوطه بوجود الكابتن وكلنا بنحترمه وبنقدره، منور يا كابتن اشرف. ده نورك يا نورة. الله يخليك يا نورة، ربنا يخليك. الناس كلها فرحانه بوجودك يا كابتن اشرف. ريهام خالد، تحياتي ليك، ربنا يعزك ويحفظك يا ريهام. وللكابتن اشرف، رايه ايه في اللي قاله كابتن حسين لبيب ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ هو جاوب كابتن اشرف على السؤال ده في وسط حلقتنا وكلامنا. امينه، ربنا يعزك ويحفظك امينه، كل الشكر ليكي. تحيك طبعا كابتن اشرف. سؤالي كابتن اشرف، لما كنت في السعوديه مع نادي الهلال، ايه اللي كان بيميز اسلوب اللعب هناك مقارنه بالدوري المصري، وايه اللي اتغير في نظرك بين الدوريين من وقت احترافك لحد دلوقتي؟ طبعا جمهورنا اللي بيتفرج عليهم السعوديه الفتره بتاعت الهلال كابتن اشرف بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ لا كانت جميله بصراحه يعني، قضيت حتى انا الموسم اللي انا لعبت فيه هناك الحمد لله الواحد سايب ذكرى كويسه هناك. الموضوع صعب يعني، في اختلاف ما بين هنا وما بين هناك من وقتها، من سنه 94. بجد والله؟ هناك كان في نظام. كان الدوري كان بيتوزع عليا الدوري من قبل ما الموسم يبتدي، كان معايا كتيب كده للمباريات الدوري كلها، كنت بحدد وقت نزولي مصر من خلال الدوري اللي كان بيتوزع عليا. ده 94. 94 بس كده، واقفل كده وشوف احنا دلوقتي احنا بيحصل فينا هنا. معتز انت كابتن اشرف الفتره بتاعتك في الهلال؟ طبعا مفيش كلام. انا زرت نادي الهلال من كام شهر كده، كنت اول مره اروح النادي من 30 سنه. من 30 سنه. ايوه انا دخلت النادي اكني لسه كنت موجود فيه امبارح، اللعيبه كلها كانت واقفه وبتستقبلني بكل الاسماء. شوف احنا الصور دي حاجه جميله، حاجه حلوه، حاجه محترمه جدا، وحاجه بصراحه لافته منهم في منتهى الشياكه والاصل والاحترام يعني. فخد بالك انا ما قعدتش فتره، انا قعدت سنه واحده يعني. مش لكن انا بحب نادي الهلال. الجمهور بتاعه كان رائع جدا في الوقت اللي الواحد كان موجود فيه هناك، كانوا بيساندوا الواحد بشكل كبير زي الوضع اللي انت بتشوفه دلوقتي. هو جمهور نادي الهلال من زمان لغايه دلوقتي هو ما اتغيرش. طب بمناسبه الهلال كابتن اشرف، في كلام بيقول انه محمد صلاح عنده عرض من الهلال السعودي. محمد صلاح انت تحب تشوفه هناك، ولو راح هناك يقدر يعمل حاجه كبيره مع الهلال؟ هو خد بالك في لعيبه معينه انت ما كنتش تتخيل ان انت هتشوفها في الدوريات العربيه ولا السعوديه. صح. انت موجود كريستيانو بنزيما وبتاع في الدوري ونيمار لا انت ممكن، فانت ممكن تشوف محمد صلاح في الدوري السعودي. محمد صلاح محقق انجازات غير طبيعيه في انجلترا. وكل العالم بيتكلم على محمد صلاح. اللي هيحدد القرار ده والقرار ده في ايد محمد صلاح لوحده. بس انت تشجعه عليه؟ خد بالك السنه اللي فاتت كان في كلام كبير جدا على ان هو موجود في الاتحاد. صح. في الاتحاد السعودي. لكن هو قرر ان هو يستمر. لكن من وجهه نظري او اعتقد ان هو هيستمر في الدوري الانجليزي برضه. شوف عبد المجيد محمد، كابتن اشرف برنس الدفاع والوسط وصاحب الاخلاق العاليه، اين انت من الساحه الرياضيه على صعيد المنتخبات والانديه؟ لا انا بحب التحليل، انا بحب اتكلم في الكوره. يعني انا متعتي ان انا اتكلم في الكوره. انا لو ما اتكلمتش في الكوره كل يوم ممكن اموت.
ده بجد شر عليك ربنا يديك طول عمرك. فانا بحب يعني. انا بحب التحليل، بحب اتكلم في كوره، بحب يعني ابقى متواجد دايما في الوقت. مش حابب يا كابتن اشرف تبقى داخل انت طبعا لا. فتره اشتغلت في التدريب الاداره مش لا. انت لا. هو التحليل بس يعني ده دي بالنسبه لي بتبقى متعه يعني ليا انا بتبقى بحس انا بمتعه وانا بتكلم في الكوره يعني. طب قبل ما نروح معناها فقره هترتب لنا من 1 ل 3 صور وترتب لنا من 1 2 3 بس قبل ما نروح لدي يا كابتن اشرف انا عايزك تحكي لي عن اللقطه بتاعت الزعيم عادل امام في ماتش الاعتزال. ربنا يديله الصحه يا رب. انا يمكن من الناس اللي انا بعشقها طول عمري يعني من قبل ما يجي لي المباراه يعني هو على فكره كان دايما بيبقى موجود معانا في المعسكرات بتاعت المنتخب قبل ما نروح كاس العالم مع كابتن جوهر. كان مع كابتن جوهر كان بيجي يحضر معانا ساعات التمرين ويقعد معانا شويه كده ودايما طبعا هو يعني مرح جدا زي ما انت بتشوفه كده هو دي طبيعته يعني. اسطوره. لما انا طلبت منه لقيته بيقول لي لا طبعا انت اللي بتجي لي هنا انا هاجي لك كده كده انا هكون موجود في الماتش. وفوجئت بيه موجود قبل المباراه. انا ما كنتش متخيل هيبقى موجود في الملعب بصراحه يعني. بس لقيته بقى وعامل اللقطه مع كابتن جمال الغندور وطرد جمال الغندور من الملعب وكان عايز يطلعنا انا كمان من الملعب يعني. يا رب ربنا يديله الصحه كده. ربنا يديله الصحه. شخصيه جميله واسطوره من اساطير الفن المصري والعربي. وبالرغم ان هو اهلاوي لكن هو يعني جميل، شخصيه جميله جدا وبيحب الناس كلها ودي ما قللتش منه لا بالعكس طبعا يعني طبعا بقى لقطه طيب عدى عليها شوف 30 سنه وهي اللقطه مع كابتن جمال الغندور وفاكرينها كلنا بس جمال كمل الماتش على فكره، كان لازم يطلعه بره الملعب. بص واداله الكارت الاحمر وشكرا. وساعتها كابتن جمال برضو كان في عز بقى طلوع كابتن جمال الغندور. كابتن جمال حبيبي جدا يعني. ربنا يديك الصحة زعيم حبيبي ربنا. واحد من أهم أساطير الفن في مصر ووطن العربي طبعا كله. طبعا طبعا. من الزعيم عادل إمام نروح بقى إيه من 1 لـ3. أول صورة معانا أسامة أبو علي فيست مايلي. والصورة الثالثة دي مين يا جماعة؟ انتوا حاطيني معاهم يعني؟ ماشي. سيف الجزيري. يعني حاطين سيف الجزيري بقى؟ سيف الجزيري، فيست مايلي، أسامة أبو علي. يعني أنت عايزني أرتبهم لك من 1 لـ3. 1 2 3. وسام. أيوه. الجزيري. أيوه. مايلي. صور او ثلاث صور اللي بعد كده زيزو الشحات مصطفى فتحي. هو الترتيب كده صح، زيزو الشحات مصطفى بنفس الترتيب. ماشي. مين اول واحد ده يا جماعه عشان مش شايف من هنا؟ ده زيكو مصطفى زيكو رمضان صبحي ابراهيم عادل. ابراهيم عادل رمضان مصطفى زيكو. زيكو يعني من الشمال لليمين. ماشي. عبد الله السعيد امام عاشور قندوسي. عبد الله السعيد امام قندوسي بنفس برضو الترتيب. بتشوف ان الاهلي خسر قندوسي يا كابتن اشرف؟ هو على فكره هو انا مش هحكم عليه من مباراته امام النادي الاهلي. ايوه لازم احكم عليه. السنه اللي فاتت عمل موسم هايل مع سيراميكا. بس والنادي الاهلي عمل موسم كويس. طبعا كل... لا ما هو الاهلي ما... لا هو انا ممكن احسب كده لو هو لما اتشال التاثير بقى واضح في أيوة. لكن هو ما كانش واضح. أيوة. لكن لا المجموعه اللي موجوده ادت بشكل طبعا احسن. رامي ربيعه المسلوسي احمد سامي. نفس الترتيب على فكره. انا قلتهم لك واحنا بنتكلم على المدافعين. طب مين الثنائيه الافضل في خط دفاع منتخب مصر يا كابتن اشرف وجهه نظرك في الوقت الحالي؟ ممكن محمد عبد المنعم واعتقد حسام هيحط رامي ربيعه جنبه على اساس ان هما الاثنين متفاهمين مع بعض ممكن يقدروا يكملوا مع بعض الفتره اللي شفت ازاي الموقف بتاع احمد حجازي مع كابتن حسام حسن؟ يعني ما كنتش احب ان يحصل كده يعني. كان ممكن يتعالج بشكل احسن من كده شويه. ايوه برضو انا لازم احط الجانب الخبرات اللي موجوده وتواجد احمد حجازي الفترات اللي فاتت دي كلها. يعني ممكن انا كنت
بعاتب على حسام برضو في حته ان ما تعاملش مع الموقف بشكل احسن. يعني نروح للصور اللي بعد كده. الشناوي بسام عواد. الشناوي عواد بسام. الشناوي عواد بسام. نروح للصور اللي بعد كده. الشيبي عمر جابر محمد هاني. الشيبي عمر جابر محمد هاني بنفس الترتيب. في الفتره اللي فاتت عمر جابر ادى احسن من احسن المواسم ليه اداها الموسم اللي فات. أيوه. الشيبي انا بعتبره انه احسن باك رايت موجود في الدوري المصري. محمد هاني طبعا ادى بشكل بس كان فيه فترات ما بيلعبش، فترات فيها اصابات، فدي بعدته شويه. بتشوف ايمانويل المحترف الافضل اللي جه في تاريخ مصر كابتن اشرف؟ يعني كنتائج كنتائج، لكن كوارشي كان طبعا اذا كان في مصر، يعني في عندنا فلافيو، عندنا فيليكس، عندنا جيلبرتو. انا بتكلم في الدوري المصري. كان عبد الرزاق ده اللي كان في نادي المقاولين كان حكايه. كان حاجه ثانيه. انا بتكلم لو في نادي الزمالك ايمانويل. لكن في مجموعه كبيره جدا، وتاكا في الاسماعيلي. مجموعه كبيره جدا ما تقدرش تحسبها دي خالص. كان ممتع يا كابتن اشرف ايمانويل؟ ايمانويل كان قوي جدا وسريع. برغم ان هو كان في الوقت اللي هو كان معانا فيه كان لسه صغير. وجسمه صغير اصغر، لكن هو كان قوي جدا وسريع. فالموضوع كان كنا حابينه وهو موجود في الملعب. يعني كنا حابينه، كنا بنثق فيه جدا في ادائه في الملعب. يعني طيب كابتن اشرف، يعني بما ان انت موجود معانا، احنا معانا تيشيرت منتخب مصر اللي ياما كابتن اشرف تالق بيها، فهيمضيها لحد من سعداء الحظ. فانت بص بقى كم الكومنتات دي يا كابتن اشرف. احنا كنا عاملين سؤال كده، توقعات مين ضيفنا النهارده، خلاص. وحطينا شويه هنتات كده، ما كناش كاتبين الاسم في الاول قبل ما نعلن عن ان البرنس هو ضيفنا. بس انا كده مستحيل اشوفه، انت شايفه؟ طب ممكن يا جماعه هنا بعد اذنكم، ان احنا فعلا هنا الشاشه بعيده قوي، خليها على الشاشه دي بعد اذنك. انت شايفه اختار انت. لا انت بقى اختار يا كابتن. بص بقى ده دي يعني في غيرهم بقى ايه يعني مئات. لو عليا انا اختارهم كلهم. بس انا مش هعرف اختار. انت هسيبك انت اللي تختار. لا انت اختار يا كابتن. والله ما هختار. لا اللي عينك تقع عليها، اللي عينك تقع عليها خلاص، الاسم اللي عينك هتقع عليه هو ده اللي هناخده. مش عارف والله. يعني هقول لك على حاجه. قول رقم مثلا 4 في الصف وخلاص. طيب قول اي رقم 2 اللي انت عايزه. او انت رقمك كابتن اشرف كان رقم 8 صح كده. نعد بقى 8 من اليمين والشمال. من الشمال. من الشمال. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. السيد علي منصور البرنس كابتن اشرف اسف. خلاص ابو السيد التيشيرت اهي دلوقتي كابتن اشرف همضي لك عليه على الهوا. انا اتواصل معاك، استاذنك بس تبعت لنا في مسج الرقم التليفون بتاعك. انا اتواصل معاك فريق الاعداد عشان تستلمها ان شاء الله ممضيه من برنس الكره المصريه كابتن اشرف قاسم. بمناسبه منتخب مصر كابتن اشرف، انت كنت بتحب تلعب بخط وسط ولا مساك؟ لا انا ابتديت كوسط ملعب مع كابتن عبد الصالح الوحش. انت كنت سابق عصرك يا كابتن. انت كنت لعيب خط وسط يعني سابق عصرك. انا مش عارف ايه اللي حصل والله. ليه بقى رجعت ليبرو بعد كده ومساء يعني ورجعت لخط الظهر؟ لا هو كان في ليها ظروف. ايه بقى الظروف بتاعتها؟ ان كان في الوقت ده كان منتخب مصر سنه 83 ايوه مسافرين، الدوري هيكتمل من غير اللعيبه الدوليين. ف كانوا بيدوروا على لاعب يقدر يلعب في مركز الليبرو مكان كابتن ابراهيم يوسف. فقعدوا يدوروا في فرق الناشئين لغايه ما جابوني انا. كان الكابتن احمد رفعت الله يرحمه وكابتن ابو رجيله. وكان الكابتن محمود سعد وكابتن طه بصر الله يرحمه هم اللي رشحوني يعني. فلما رحت انا كنت فاكر ان انا هطلع العب وسط ملعب، انا بلعب وسط ملعب تحت وبجيب جوان تحت فرق الناشئين وبتاع. كنت بلعب تحت 17 سنه في التوقيت ده. كان عندي 16 سنه وشويه يعني. فلقيتهم بقى بيصعدوني بتمرن، وكان في مباريات وديه فبيشاركوني فيها، لقيت بلعب في مكان كليبرو يعني. فطبعا زعلت جدا، لعبت ولعبت كنت كويس، وروحت قلت مش رايح النادي تاني بجد والله. قلت لا انا مش عاوز العب كده يعني. فالمهم يعني كابتن محمود سعد جه واقنعني، جالي البيت واقنعني قال لي انت هتبقى في المكان ده كويس، ومن ده من الاماكن اللي انت هتقدر تأدي فيها
فانت حاول تجرب وتشوف وابتدت بقى لغايه ما لعبت نهائي افريقيا شوتينج ستارز سنه 84 هناك. أي. اول مباراه وقابلني المهندس محمد حسن حلمي بعد ما رجعنا ولقيته بيناديني وقال لي انت هتبقى من احسن لعيبه النادي، ركز في المكان اللي انت فيه وانت هتبقى حاجه كبيره جدا. فانا عمري ما هنسى طبعا الكلمه اللي هو قالها لي. طبعا واحد من رموز نادي الزمالك زي كابتن اشرف قاسم اللي شرفنا ونورنا النهارده، بجيتك على دماغنا كابتن اشرف وشرفتنا ونورتنا. اتشرفت بيك والله، نورت الدنيا كلها. الله يكرمك حبيبي، شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه ونشوفكم باذن الله على الف خير.